المرسوم التنفيذي الذي سيصدر في الجريدة الرسمية في غضون أيام قليلة نص على عدد من النقاط، لعل أبرزها التأكيد على وجوب تطبيق شروط القابلية في الاكتتاب على المترسح وزوجه، وإعطاء مفهوم واسع لشرط عدم امتلاك المكتتب أو زوجه لعقار، وذلك باعتماد الملكية بجميع أشكالها بما فيها الحيازة والشيوع، مع جعل الزوجين متضامنين فيما يخص الدخل. زيادة عدد الأشطر إلى 5 أشطر عوض 4، تمديد فترة تسديد باقي ثمن المسكن إلى 30 و35 سنة حسب الحالة، وذلك مراعاة لمستوى دخل المكتتبين وأزواجهم بدلاً من 25 سنة.